مرحبا، اهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن موضوع مهم جدا وهو المكالمات المزعجه. للاسف صار الموضوع كتير كتير سيء ومش عم بقدروا يعملوا عليه كنترول. اللي عم بيصير انه في ناس عم بتصلوا فيك وما بتركوا مثلا رساله صوتيه، خاصه لما يكون عندك رساله صوتيه، وهذه اللي بتروح تتصل فيهم انت مره ثانيه التلفونات بتكون غير مستخدمه، يعني بما معناه انه هاي التلفونات بتكون تلفونات مش حقيقية. استخدام التلفونات 100 مرة حكيت عنه أنا وأكثر من حلقة، إنه صارت الآن في برامج موجودة آب، يعني عن طريقها بيقدروا يعملوا تغيير لرقم الرقم اللي بتصلوا منه. يعني حتى في منهم بتصلوا انترناشونال، بيكونوا سنترز موجودين في الهند وبصيروا يتصلوا فيك عشان يحاولوا يخدعوك أو يحاولوا إنهم يأخذوا منك أي معلومات وبعدين يستخدموا هاي المعلومات ضدك أو خلوك تدفع أي مبالغ، وذلك باستخدام اسم شركات أو مؤسسات أو مؤسسات حكومية، وبحاولوا أنهم يضغطوا عليك بهذا الموضوع. فلازم تنتبهوا من موضوع الأرقام، انتبهوا جدا جدا جدا، ما تحاولوا إنكم تتصلوا في هاي الأرقام لأنها دائما دائما خداعة. سلام.